السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم متابعي زراعة أونلاين. اليوم هنتكلم على نبات الكف مريم أو شجيرة الكف مريم. كف مريم ده شجيرة ممكن نعمل بيها أسوار، الطول بتاعها بيوصل لثلاثة متر، من 3 متر لأربعة متر. الزهرة بتاعتها بنفسجي، بتستخدم في بعض الأغراض العلاجية. هي شجرة كويسة جدا وبتتحمل الجفاف. في فصل الشتاء بتنفض الأوراق بتاعتها، في فصل الصيف دايما مزهرة وبيبقى شكلها أخضر. بيتم التعامل معها بالقص في فصل الشتاء عشان تاخد الشكل اللي حضرتك عايزه في فصل الصيف. الشجرة دي بيتعمل لها تكاثر من خلال البذرة او من خلال العقل. فنتعرف مع بعض على طريقة الاكسار بتاعت نبات الكف مريم مع بعض ان شاء الله، فخليكم معانا عشان نشوف الاكسار بتاع الكف مريم. ده شكل الفرع اللي احنا بناخده من النبات، والعلة بتاعتنا بتبقى بحجم القلم الرصاص بالنسبة للتخانة، والطول بيبقى من 10 سنتي ل 15 سنتي. هو اهم حاجة ان احنا بنسيب عين تحت وعين فوق. العين اللي تحت عشان النبات يقدر منه، والعين اللي فوق عشان المجموع الخضري يبدأ يشتغل منه زي ما حضراتكم شايفين كده. من فوق بنقص قص مايل، ومن تحت بنقص قص مستوي عشان تعرف العلامة بتاعت العلة زي ما حضراتكم شايفين كده، عين فوق وعين تحت عشان الجذور وعشان المجموع الخضر. وهي نبتة سريعة جدا ونسبة النجاح بتاعها 99%، يعني تكاد تصل ل100% لو انت عملت الخطوات زي ما انا بقول لحضراتكم كده. ونبتة كويسة جدا وسريعة في النمو، يعني خلال كل شهر ممكن تنمو معاك 10 سنتي كل شهر. التسميد بتاعها بيبقى كل التكاثر بتاعها بيبقى في فصل الصيف من اول شهر 3 لحد شهر 12، وبنتعامل معاها بان احنا بنحطها في كيس او في قصيص وبنغطيه بغطاء بلاستيك. وهنشوف ده مع حضراتكم على ارض الواقع، وان شاء الله هتقعد 21 يوم وتطلع النبتة بتاعتك تلاقيها مطلعة جذور والمجموع الخضري بيبقى تمام. وبنعرضها للشمس تدريجيا من خلال ان احنا نعرضها للشمس بطريقه يعني مش مباشره، نحطها في ظل شويه وبعد كده نبدا نخرجها للشمس واحده واحده عشان ما تتاثرش النبته. وبنكمل مع بعض مرحله اكسار الكف مريم. ودي العقله زي ما اتعرفنا مع بعض قبل كده، ده الحجم بتاع العقله. بيتم غرس التلت منها، والتلتين بيبقوا فوق، يعني العين في عين بتنزل والعين التانيه بتبقى فوق عشان المجموع الخضري، وعشان طبعا المجموع الجذري زي ما اتكلمنا. احنا هنا في المشتل بنرصها في اكياس صغيرة عشان الكمية. تحضرتك ممكن تعملها في قصيص كبير، في كيس، اهم حاجة ان احنا هنغطيها بكيس بلاستيك وبعد كده هنحطها في جو مضلل، يعني شمس خفيفة ما تكونش شمس حارقة. يعني لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك معنا في القناة، ولو انت عايز اي حاجة في مجال الزراعة عامة سيب رأيك في التعليقات وهنرد عليك ان شاء الله.